في اللحظات الأخيرة تم تأجيل تصوير أكتر من فيلم سينمائي، والبداية مع فيلم الكنز للمخرج شريف عرفة وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وكان هيقوم ببطولته الفنان أحمد السقا ومحمد رمضان، والأول مرة كان هيتعاونوا مع بعض في فيلم واحد. ولكن اعتذر فجأة الفنان أحمد السقا وانسحب من العمل، والحقيقة أن القرار ده عمل لخبطة كبيرة لشركة الإنتاج، واللي قررت أنها تأجل ميعاد التصوير لاختيار فنان غير أحمد السقا. واتردد في الكواليس أن الفنان أحمد السقا اعتذر عن الفيلم بسبب محمد رمضان اللي بيروج للفيلم بشكل كبير جدا باسمه، كأنه هو البطل الرئيسي دي، وده اللي خلى السقا ينسحب بهدوء. وبيشارك في بطولة فيلم الكنز الفنانة هند صبري وروبي وآسر ياسين وأحمد رزق وأحمد مجدي علي، ومن المقرر أن فريق العمل يبدأ بروفات العمل في أقرب وقت، ولكن بدون الفنان أحمد السقا واللي بدأ يحضر لفيلم جديد مع المنتج هشام عبد الخير. وبرضه من الأفلام كمان اللي تأجل تصويرها فيلم كرسي بعجل للفنانة هند صبري، واتأجل التصوير بعد اعتذار المخرج أحمد خالد موسى عن الفيلم. وأعلن المخرج أحمد خالد انسحابه من الفيلم بسبب تأجيل تصوير الفيلم أكتر من مرة وسفر هند صبري لكندا. وكمان ارتبط المخرج أحمد خالد بمسلسل جديد هيبدأ تصويره الأيام الجاية. ومرشح لبطولة فيلم كرسي بعجل الفنان أحمد الفيشاوي، والفيلم إنتاج سامح العجمي ومن تأليف غادة عبد العال، واللي تعاونت قبل كده مع الفنانة هند صبري من خلال المسلسل الكوميدي عايزة اتجوز، واللي حقق نجاح كبير جدا وقت عرضه. ومن الأفلام كمان اللي تأجل تصويرها فيلم ألباينو، وده الفيلم اللي كتبته الفنانة القديرة سمية الألفي وهتقوم ببطولته بجانب ابنها أحمد الفيشاوي. وبيعتبر فيلم ألباينو عودة قوية جدا للفنانة سمية الألفي بعد غياب 13 سنة عن الفن، واتأجل تصوير الفيلم بسبب انشغال الفنان أحمد الفيشاوي بتصوير أكتر من فيلم، والفيلم هيكون من إخراج محمد جمعة. ومن ناحية تانية قررت الشركة المنتجة لفيلم ألباينو تأجيل التصوير لبداية السنة اللي جاية، والفيلم هو أول فيلم مصري بيتناول حياة الأشخاص اللي بيعانوا من أشعة الشمس بسبب عيوب جرافية. أكيد طبعا بيتمنى أن الأفلام الثلاثة تتحل مشاكلهم في أقرب وقت ويخرجوا للنور.